مشروع إنشاء مصنع لمشتقات البلازما في مصر بيعتبر من المشروعات المهمة جدا والرئيسية، وليها بعد قومي كبير جدا. بتيجي أهمية هذا المشروع وتأثيره على البيئة الصحية في مصر. صحيح يا شاذلي، مشروع القومي لتصنيع مشتقات البلازما هيحقق الاكتفاء الذاتي من هذه الأدوية الحيوية داخل مصر، وهيضمن كمان تأمين احتياجات الدولة من الأدوية الحيوية اللي ملهاش بديل، وهيقلل من الاعتماد على الاستيراد من الخارج، واللي بالمناسبة الأدوية دي بيكون ثمنها غالي جدا. خلينا نعرف تفاصيل أكتر من دكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية. صباح الخير على حضرتك يا دكتور، وأهلا بيك معنا في صباح الخير يا مصر. صباح الخير أستاذ شاذلي، كل سنة ومصر كلها بخير إن شاء الله. أهلا بحضرتك يا فندم. يعني في البداية حابين نعرف منك يا فندم أهمية هذا المشروع، مشروع قومي للبلازما. مشروع قومي فعلا، مشروع هام جدا، مشروع استراتيجي. حتى ولادة هذا المشروع خد جهد كبير جدا فني وطبي ودعم كبير جدا من سيادة الرئيس حتى أصبح المشروع حقيقي. طبعا البلازما دي مشتق، يعني جزء من الدم. الدم فيه كرات الدم الحمراء بتشكل 45% من حجم الدم، والبلازما هي السائل اللي موجود اللي هي بتشكل 55%، معظمها ميه ووتر، لكن المحتوى انها بتحتوي حاجات في منتهى الاهميه، حاجات حيويه لحياه الانسان. فيها الالبيومين والجلوبولين، وفيها مواد التخثر اللي هي خاصة بالتجلط، وفيها أقسام مناعية كثيرة جدا. يعني طبعا في أمراض كثيرة بتحتاج البلازما. احنا عارفين التبرع بالدم، لكن ده تبرع بالبلازما أو استخدام البلازما اللي هي جزء من الدم، لأنها بتحتوي مواد هامة جدا بنحتاجها. القلب من أو الزلال في مرضى كثيرين بيحتاجوه. مواد التجلط في منتهى الحيوية لمرضى في حالات خطيرة جدا زي حالات الهيموفيليا وحاجات النزيف. في أجسام مناعية. حضرتك مشتقات البلازما دي كنا بنستوردها كلها من الخارج. القضية ليست قضية استيراد فقط، وبعدين احنا عندنا المادة الخام موجودة. يعني احنا ساعات بنقول عايزين نجيب المواد الخام عشان نصنع الأدوية، لكن المادة الخام موجودة عندنا كلنا، وهذا هو النظام السائد في كل بلاد العالم، ان الناس بتتبرع بالبلازما حتى يصنع ما يسمى مشتقات البلازما. طب احنا ما كانش عندنا تصنيع لمشتقات البلازما، يعني كان ممكن ناخد البلازما نديها المريض محتاج البلازما على بعضيها. انما مشتقات البلازما اللي بيحتاجها وحيويه لكثير من المرضى، وزي ما قلت لحضرتك هي ما لهاش بديل، كنا كلها بنستوردها. هنا ليست القضية فقط يا أستاذ شاذلي أو أستاذ جمانة، ليست قضية مالية أو قضية اقتصادية، وهذا جزء شقي مهم جدا، لكن القصة الثانية المهمة هي الإتاحة وتوفر هذه الأدوية بصورة مستمرة لأنها تساوي حياة كثير من المرضى. صحيح. فالنهاردة لما سيادة الرئيس والدولة تتبنى هذا المشروع القومي الهام جدا لتجميع البلازما الأول، ودي مراكز بتتعمل ذات مستويات عالية جدا، لأن هنا الدقة والجودة والعلم لا يحمل إلا يعني الجودة بنسبة 100%. طبعا. فحضرتك كون نقدر يحصل نوع من التفاهم والتناغم والاشتراك مع شركة عالمية معروفة جدا في هذا المجال، وتعمل شركة مصرية أسبانية لتجميع البلازما ثم تصنيع المشتقات، فهذا مشروع كبير جدا. احنا النهارده عندنا المراكز معموله بمستوى عالي جدا وبكل المعايير والمقاييس العالميه، بتتجمع البلازما اللي هي احنا بنتبرع بيها لهذه المراكز، بتتجمع حاليا بتصدر الى المصنع الاسباني، وخدت كل المراكز دي خدت جوده عالميه، ثم تيجي لنا في منتجات منتهيه. طب وبعدين؟ احنا بدا بالفعل انشاء مصنع لتجميع مشتقات البلازما وتصنيعها في العاصمه الاداريه الجديده، ان شاء الله هينتهي خلال فتره قريبه جدا ان شاء الله. طيب دكتور محمد، عشان نوضح برضو الفرق ما بين الاثنين، حضرتك قلت ان في فرق ما بين التبرع بالدم والتبرع بالبلازما، هل ده معناه ان مثلا الشخص بيتبرع بالدم وبيتم استخلاص البلازما منه، ولا بيروح يتبرع بالبلازما فقط؟ لا، هو سيادتك بيتبرع بالبلازما. هو بيتاخد منه الدم،
يرجع له كرات الدم الحمراء تاني بنفس الجهاز ويتاخد البلازما فقط. يعني اللي بيتبرع بالدم هيتبرع مثلا ب 500 سم دم كاملا بيشمل الدم والكرات الدم الحمراء والبلازما. هنا بقى بيتبرع بجزء من الدم اللي هو البلازما وكرات الدم الحمراء بترجع له مره ثانيه. وهنا يقدر يعملها كل قد ايه يا فندم؟ والله سيادتك هي ليها معايير لاختيار المتبرع. لكن طبعا احنا عندنا ناس كثيرين جدا يصلحوا لهذا التبرع، وممكن التبرع ليها خطه زمنيه معينه بتحددها المركز لكل شخص بيتبرع، ممكن يتبرع كم مره في الشهر او كم مره في الاسبوع الى اخره حسب قدراته وحسب حالته الصحيه. لكن هو الحالات بتبقى مختاره بمعايير رفيعه الجوده، ما يكونش عنده امراض، ما يكونش عنده اي امراض معديه، ما يكونش عنده اي فيروسات، حالته الصحيه تسمح، الهيموجلوبين بتاعه كويس، كل المقاييس الجيده يعني. طيب دكتور، حضرتك ذكرت يعني احنا كان بالنسبه لنا كان بنصدر البلازما وبعد كده ترجع لنا مصنعه، ودي كانت طبعا بتبقى تكلفه باهظه، حتى يمكن لو هنتكلم بس في صوره الادويه اللي بنستوردها، ادويه بتبقى باسعار غاليه جدا. احنا اكيد كان في تحديات بتواجهنا عشان نقدر ان احنا ننشئ مصنع لتجميع مشتقات البلازما وايضا تصنيعها. عايز اعرف من حضرتك ايه هذه التحديات وازاي قدرنا نتغلب عليها؟ انا شاكر جدا على هذا السؤال. المتوسط شراء هذه الادويه سنويا كان بيوصل 45 مليون دولار. وبعدين انت بتجيبيه مصادر متعدده. النقطه المهمه والحيويه طبعا التكلفه الاقتصاديه زي ما انت شايف حضرتك مرتفعه. لكن النقطه الحيويه ان في بعض الاحيان الاتاحه مش موجوده. صحيح. في بعض الظروف العالميه زي ايام ازمه كورونا او الحروب المنتشره دلوقتي، سلسله التوريد والامداد والشحن بتكون فيها نوع من الخلل. ففي فترات كان بيحصل قصور في توريد هذه المنتجات. وفي حالات مرضيه لا تحتمل. صحيح. ان العيان ما ياخدش الدواء في ميعاده وبكميته المطلوب. فدي جزئيه. الجزئيه الثانيه سالتك سؤال في منتهى الاهميه. ايه التحديات؟ والله يا فندم بكل امانه بقالنا سنتين ثلاثه يعني سترس شخصيا. قابل مجلس اداره شركه جريفولز اللي هي مشتركه مع مصر في تصنيع هذه المشتقات، خدوا ثقه كامله في الجديه الكبيره جدا والرغبه الاكيده والامكانيات المتاحه والقدرات المصريه. احنا بقى عندنا كوادر الحقيقه نعتز بيها جدا في مراكز تجميع البلازما، والكوادر الان بتعد للمصنع، المصنع بيتعمل فعلا. يعني سيادتك هذا لم يعلن عنه الا بعد ما المراكز بقت موجوده طبعاً. وعددها بيزيد والمتبرعين بيجوا الحمد لله، والمصنع بيتعمل بكل المواصفات العالميه اللي هي لا تحتمل الا زي ما قلت لحضرتك الجوده العاليه جدا طبعاً. والدقه وبكل شده يعني. عظيم. دكتور محمد، احنا بنلاقي في بعض الاوقات صعوبات في نشر الوعي باهميه التبرع بالدم، فازاي احنا نقدر ننشر الوعي باهميه التبرع بالبلازما؟ والله يا فندم يعني النشر الاعلامي والتعريف، وبدا الناس تعرف فعلا. يعني شفت حلقه زي بتاع حضرتك دي، احنا بنشرح للناس ان هذا التبرع بالبلازما لمصلحه الوطن، مصلحه المواطن، لان اللي بياخد البلازما كبلازما كامله أو بياخد مشتقات البلازما المصنعة، المرضى دول يا إما أولاد حد، يا إما أحفاده، يا إما والد أو والدة أو جد أو جدة، يعني إذا هو عائد علينا بالفايدة الكبيرة جدا. وزي ما قلت لحضرتك هو النقطة الأساسية، يعني إحنا كمان بنسعى حاليا لتوطين صناعات أخرى دوائية، وزي ما قلت لحضرتك الجانب الاقتصادي مهم جدا، لكن الأهم جدا إن المريض اللي محتاج هذا المشتق قد يكون حالة عاجلة، حالة بتنزف أو حالة عندها نقص زلال شديد، فتوفر هذا المنتج وضمان جودته وضمان إن إحنا جايبينه من عندنا ومصنع بطريقة عالمية، هي دي نقطة مهمة جدا. فحضرتك إحنا كلنا لازم نتبنى هذا، زي الناس بتستنفر للتبرع في الدم بظروف معينة، إحنا أيضا التبرع بالدم خصوصا الشباب والشابات في الجامعات وفي المعاهد وفي الحته دي كلها، هو عطاء للوطن من ناحيه،
وعطاء ليهم نفسيهم، لان زي ما قلت لحضرتك ما فيش حد من العائلات الا ما هيكون محتاج احد هذه المنتجات او المركبات المنتجه عن البلازما. الدكتور محمد، هنتقل مع حضرتك لنقطه مهمه جدا حضرتك ذكرتها، وهي فكره توطين الصناعه. وخليني يعني اذكر مثال مهم جدا، لو هنتكلم على فيروس سي، كان من ضمن المشاكل اللي بتواجهنا فيه يعني بجانب فكره الاعداد المرتفعه عندنا، الا انه كان كمان تكلفه العلاج كانت غاليه جدا وتكلفه الدواء كانت غاليه جدا. لكن بجانب مبادره طبعا 100 مليون صحه والكشف عن فيروس سي وعلاجها، قدرنا ان احنا نصنع الدواء هنا في مصر بجوده عاليه جدا، واستغنينا تماما عن ان احنا نستورد الادويه دي من الخارج. فخليني استشهد بالقصه دي يا فندم، واحنا بنتكلم على تصنيع الادويه واحنا بنتكلم كمان عن مشتقات البلازما، فكره الخبرات والتاهيل ان احنا نقدر نصنع هذه الادويه الدقيقه جدا والحساسه جدا بجوده عاليه جدا ودقيقه جدا لا تقبل حتى ان يكون في نسبه خطا. بالظبط يا فندم. هي شوفي حضرتك الادويه وحتى المستلزمات الطبيه وبنفس الشيء على البلازما، اللي هنا يعني احتمالية الخطأ أو احتمالية وجود خلل يعني غير موجودة وغير مطلوبة على الإطلاق. التجارب القدرة المصرية، يعني احنا عندنا حوالي 170 مصنع دواء، إنما لحد دلوقتي الغالبية العظمى من مدخلات الدواء اللي هي المواد الخام بتستورد من الخارج. النهاردة لما حصل نوع من 100 مليون صحة وايضا دعم سياسي كبير جدا ورغبه اكيده في القضاء على هذا المرض، انت كان عندي حاجه شقين، شق ان احنا نجيب الحالات او نكتشفها، ودي طبعا 100 مليون صحه ادتنا فرصه كبيره جدا، لان في ناس كان عندهم التهاب كبدي وبائي سي ومش عارفين، صحيح ما عندوش اعراض، فالنهارده اكتشف هذا المرض او واحد راح يشتغل او داخل احدى الكليات، فاكتشاف المرض بصوره مكثفه لعده ملايين، ثم الاتفاق مع الشركة المنتجة العالمية وكان لسه عندها النو هاو اللي هو امتيال فكري، انما بقدرة مصر وامكانياتها ودعم السياسي قدرنا نجيب الدواء ويصنع في المصانع المصرية. وطبعا ما زال موجود الدواء وما زلنا نساعد ايضا دول اخرى، صحيح، في التغلب على هذا المرض، وقدرنا نعالج ملايين المرضى اللي عندهم التهاب كبدي سي. والنقطة الأهم بقى استاذ جوانا، ودي نقطة مهمة جدا، إن في متابعة. يعني حضرتك العيان بياخد علاج ولكن بيتابع لأي احتمالية لأي انتكاسة. طبعًا. في اكتشاف لأي حالات جديدة، يعني كل اللي بيروح يشتغل أو يدخل الجامعة أو يدخل أي مؤسسات بيتعمل كشف للتأكد من خلو من هذه الفيروسات. فهي أنا بشكرك جدًا على هذه النقطة، لكن الإرادة الصلبة والحقيقية والقدرات المصرية العظيمة اللي تقدر تنبغ وتنتج في ظروف كثيرة، قدرت تصنع الدواء في مصر وتوفره بأسعار، أولا هم العيانين كلهم عالجوا بالمجان، صحيح، يعني كل الحالات بتاعت التهاب الكبدي سي عالجت بالمجان، وحققنا نجاحات كثيرة جدا، لأن مثلا دواء البلهارسيا اللي هي كان من ضمن أسباب حدوث الالتهاب الكبدي سي صنع في مصر بإحدى الشركات المصرية وبأسعار زهيدة جدا، لدرجة أن لما كانت مصر محتاجة هذا الدواء، هذه الشركة وهي إحدى الشركات الوطنية قالت هتنتجه مجانا لمرضى البلهارسيا في مصر. فشوفي حضرتك التناغم والتفاعل والقدرة المصرية تقدر تتغلب على كثير من الصعاب، ومنها هذه الملحمة للقضاء على فيروس سي والملحمة الأخرى لتصنيع مشتقات البلازما في مصر. بكل تأكيد طبعا. أنا بشكر حضرتك جزيل الشكر على كل هذه الإيضاحات، دكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية.